For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. الآن في محافظة نابلس، رسالتنا أن العمل الشعبي سيستمر والمسيرات الشعبية ستستمر لإعاقة ومنع تقدم هذه المشاريع الاستعمارية التي تستهدف أراضي شعبنا الفلسطيني وتحديدا في بورة جبل صبيح، التي سنسعى بكل ما أوتينا من قوة مهما كلف الثمن احتراما وتقديرا لدماء الشهداء التي أريقت على هذه المنطقة والجرحى والأسرى الذين ضحوا في هذه المنطقة. سنبقى أوفياء لهم ونعهدهم أن نستمر في مقاومتنا الشعبية بالتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني حتى إزالة هذه البؤرة عن هذا الجبل.